وجوه جت شرفتنا دلوقتي جديده، تمام؟ فانا بس احب اعرفهم بنفسي. يعني انا امين شرطه اسمه وليد ابراهيم زكي، هنا من الصبح وبشارك مع جميع الناس، بس هي وجهه النظر ان هم عارفين ان انا في تعب في ظهري شويه، فما بقدرش ان انا اكمل واواصل. يعني هي وجهه النظر ان النهارده شفت ظاهره كده غريبه، يعني وانا جاي، ان كلنا كل واحد دماغه في حته، وكل واحد ليه فكر، وكل واحد ليه وليه وليه وليه. انا بعيد الكلام من تاني وبقول لكم ان انا من امبارح بتابع جميع برامج الاعلام، بعيد من تاني للوجوه الجديده اللي شرفتنا. جميع مطالب الاعلام بيقولوا ايه؟ خير رمضان قال ان هم كانوا للناس الوجوه الجديده يا جماعه، معلش على التذكره بسرعه، بيقول ان هم كانوا بيخافوا قبل الثوره من اللي معاه دبوره، يعني من بدايه ملازم، يعني ان احنا كنا بنخاف من الملازم قبل الثوره وما كانش لنا صوت. كل الافراد هنا اللي بتشاركنا من الصبح ردوا عليه وقالوا له تمام، وانت كمان كنت بتخاف تمام قبل الثوره وبعد كده طلع لك صوت. كل الشعب كان بيخاف قبل الثوره ودلوقتي طلع له صوت. وقلت يا جماعه النهارده ان في ثوره 25 يناير قامت على حاجه صغيره جدا، الا وهي الحريه، الا وهي ان في افراد هنا واقفه حره. يعني ايه؟ يعني انها تعبر عن اللي جواها وتقول كل اللي عايزاه بمنتهى الصراحه والصدق والشفافيه. جميع الاعلاميين هاجمونا، جميع الاعلاميين هاجمونا، والنهارده مش عارف.